يا لك من مخادع. لا لا، كنت تستغلني، كنت جزء من خطتك للحصول على أموالها. لا لا لا، اسمعي، ربما بدأ الأمر بهذه الطريقة لكن كل شيء مختلف الآن. أناستاسيا، أنت يكفي، كنت تكذب علي منذ البداية، وأنا لم أكتفي فقط بأن صدقتك بل أني أرجوك، عندما تحدثت عن الباب السري في الجدار والصبي أصغي إليه، إنه أنا. لا لا أريد أن أسمع وأتذكر أي شيء كان بيننا، دعني وشأني. أني أرجوك، إنها الحقيقة.